مرحباً بكم في قناة رحلة الصناعة، حيث نأخذكم دائماً خلف الكواليس لنكشف لكم أسرار أعظم المنتجات في العالم. واليوم نأخذكم معنا في رحلة رياضية حقيقية لنتعرف سوياً على قصة أحد أشهر الأسماء في عالم الأحذية الرياضية، العلامة التي ارتداها الأبطال على مضمار الأولمبياد، والتي ولدت من تنافس عائلي مشتعل لتحقق نجاحاً عالمياً مذهلاً. اليوم نأخذكم إلى داخل مصانع بوما لنعرف كيف تصنع هذه الأحذية من الفكرة وحتى اللحظة التي تصل فيها إلى قدمي. فهذه ليست مجرد أحذية، بل خلاصة تكنولوجيا دقيقة وتصميمات مدروسة وتاريخ طويل. بدأ في مدينة ألمانية صغيرة وتحول إلى علامة تجارية تزين أقدام الرياضيين في كل القارات. القصة تبدأ في بلدة هيرتسوغن أوراخ في ألمانيا عام 1948، حين قرر رودولف داسلر أن ينفصل عن شقيقه أدولف داسلر بعد سنوات من الشراكة في شركة أحذية عائلية كانت قد بدأت من ورشة صغيرة في بيتهم. هذا الانفصال كان نقطة تحول صنعت تاريخاً جديداً، إذ أسس رودولف شركته الخاصة وأطلق عليها اسم بوما، بينما أسس شقيقه شركته المنافسة أديداس، وهكذا بدأت واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ الصناعة. منافسة لم تقتصر على الأسواق فحسب، بل امتدت حتى إلى سكان البلدة الذين انقسموا بين من يعمل في بوما ومن يعمل في أديداس. منذ اللحظة الأولى سعى رودولف إلى التميز وجعل من بوما أكثر من مجرد مصنع للأحذية، بل مركزاً للابتكار الرياضي. أولى نجاحات الشركة جاءت سريعاً، ففي عام 1952 ارتدى العداء الألماني يوزف بارتيلز حذاءً من بوما في أولمبياد هلسنكي وفاز بالميدالية الذهبية، ومن هناك انطلقت بوما إلى العالمية. أما داخل مصانعها فإن العملية تبدأ برؤية تصميمية تعتمد على دراسة علم الحركة والتشريح، حيث يعمل المصممون على تطوير نموذج أولي للحذاء باستخدام برامج محاكاة متقدمة تأخذ في الاعتبار نوع الرياضة والاستخدام المستهدف، سواء كان للركض أو كرة القدم أو نمط الحياة اليومي. بعد الموافقة على التصميم تبدأ عملية اختيار المواد، حيث يتم استيراد أفضل أنواع الجلود الطبيعية والصناعية، إضافة إلى مواد شبكية خفيفة الوزن وأقمشة مقاومة للتعرق والحرارة. ويتم اختبار هذه المواد في مختبرات الشركة لتحمل أقصى ظروف الاستخدام، سواء على أرضية ملعب مشتعلة أو في درب وعر مليء بالغبار والمطر. في خطوط الإنتاج تبدأ القصة من قطع القماش والجلد التي يتم تقطيعها باستخدام آلات دقيقة تعمل بالليزر، ثم تمر كل قطعة بمرحلة تطريز آلي، حيث تضاف الشعارات والأنماط بدقة متناهية. ثم تبدأ عملية التجميع اليدوي والآلي، حيث يركب الجزء العلوي من الحذاء مع النعل الوسيط الذي غالباً ما يحتوي على طبقات من الإسفنج المضغوط أو رغوة إيفا عالية المرونة، ويضاف إلى ذلك تقنيات خاصة للتوسيد مثل نيترو فوم أو بروفورم، والتي توفر راحة أكبر للرياضيين. النعل السفلي بدوره يصنع من المطاط عالي التحمل، ويتم تشكيله في قوالب خاصة تمنحه الشكل والصلابة المناسبة، كما يزود بنقوش دقيقة لضمان الثبات والاحتكاك الأمثل. ثم تأتي مرحلة الدمج النهائية، حيث تلصق الأجزاء ببعضها باستخدام مواد لاصقة حرارية قوية، وتوضع الأحذية في غرف حرارية لتثبيت البنية وضمان المتانة. وبعد ذلك تمر الأحذية بجولات من الفحص اليدوي والإلكتروني تشمل التحقق من التوازن والوزن والراحة وخلو الحذاء من أي خلل صناعي. بعض النماذج تخضع لاختبارات استخدام شديدة القسوة، حيث تجرب على أجهزة تحاكي آلاف الخطوات المتواصلة، أو اختبارات انحناء متكررة للتأكد من صمودها لأقصى ظروف الأداء. أما مرحلة التغليف فتتم بعناية فائقة، حيث توضع كل زوج من الأحذية في صندوق يحمل شعار بوما وتصميمه المميز، وترفق ببطاقات تعريف تشرح خصائص المنتج، ثم ترسل إلى مراكز التوزيع العالمية ومنها إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية لتصل إلى يد المستهلك الذي غالباً لا يدرك أن خلف هذا الحذاء ساعات من العمل والتصميم والاختبار. بوما اليوم لا تكتفي بإنتاج الأحذية فحسب، بل أصبحت شركة متعددة المجالات تقدم منتجات تشمل الملابس الرياضية والإكسسوارات، وتوقع شراكات مع أكبر الأندية والرياضيين في العالم، من فرق كرة القدم إلى عدائي المسافات الطويلة، كما تستثمر في تقنيات الاستدامة، وتعمل على تطوير أحذية من مواد معاد تدويرها وتقنيات تقلل من انبعاثات الكربون، مما يجعلها ليست فقط علامة رياضية، بل علامة مسؤولة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل. وهكذا فإن كل حذاء من بوما
ليس مجرد منتج صناعي، بل هو نتيجة لتاريخ طويل من التنافس والتطور والشغف. يحمل في داخله روح الرياضيين الذين صنعوا المجد فوق الملاعب، وذكاء المهندسين والمصممين الذين جعلوا من التكنولوجيا فناً يلبس، وفي كل مرة ترتدي فيها حذاءً من بوما، فأنت لا ترتدي منتجاً فقط، بل جزءاً من قصة صنعتها الأقدام التي ركضت، والقلوب التي حلمت، والعقول التي أبدعت. وإذا أعجبتكم رحلتنا اليوم، لا تنسوا الاشتراك في قناة رحلة الصناعة ليصلكم كل جديد من قصص المنتجات والأسرار التي لا تعرفونها. وانتظرونا في الحلقة القادمة، حيث نكشف لكم كواليس صناعة منتج آخر قد تقتنونه يومياً دون أن تعرفوا كيف ولد ومن أين بدأ.